الشر برتقال لجوزي كدعاء. الحمد لله يا ابني، الحمد لله مش غريب. الحمد لله. انا عمي الحمد لله فتحت شركه سياحه جديده بعيده كل البعد عن شركه والدي. بنشتغل في السياحه الدينيه وبنعمل رحلات حج وعمره، فانا كنت حابب انكم تكونوا ان شاء الله معانا في اول رحلاتنا في موسم الحج اللي جاي. ده هيبقى الشهر الجاي على طول يا عمي. انت بتتكلم جد؟ بسم الله ما شاء الله، ده انا نفسي في الموضوع ده من زمان. لولا مصاريف امجد ومدرسته الخاصه والله العظيم كنت سافرت. انت سامع زاد بيقول ايه؟ كتبت لك يا حاج عبده. مبروك يا حبيبي على شركتك الجديده. ألف بركة. الله يبارك فيك يا طنط. أرجو أن أكون أثبتت حسن نيتي كده وإني حريص فعلا على صلة الرحم. طبعا يا حبيبي، ده أنت في غلاوة أمجد والله. مساء الخير. تعالي شوفي يا بتهالي. هيثم بعتنا الحجة لأمي. أهلا. اتأخرت ليه؟ استأذن أنا يا عمي. استأذن إيه يا ابني وأنت قاعد معانا؟ معلش يا عمي، هنبقى بس نحتاج نطلع باسبور جديد لطنط زاد ونجدد الباسبور بتاع حضرتك. اعتبر الورق ده جاهز، مفيش مشكله. ان شاء الله. السلام عليكم. معانا شويه. السلام عليكم. خليك يا جماعه. البنت بتاعتي. بصي اجي بكره. خلاص هتيجي بكره؟ ايه؟ طب سيبيني عيشه. سيبي عيشه ايه؟ يلا اديها لها. يلا هاتي بوسه لجده. يا حبيب جده، حبيب جده. يلا يا حبيبي يلا، روح مع جوزك، روحي مع جوزك. بابا ها؟ عايز اقول لك